متواصلة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع عشر في تعداد أشواطي هذا اليوم، مذكرين بالتوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات مع أدهم لسالم بن خلفان بن حمد الحافري، حيث ظفر بأول أشواط زمول المهجنات الأصايل ورابع أشواط هذا اليوم بسبع دقائق 52 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية، هو صاحب التوقيت الأفضل والأجمل حتى هذه اللحظات. على البركة نسير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، وناخذ الصدارة الأولى والأسماء القوية من فئة الإنتاج والمنتجين، مرحبين بنهاب في الصدارة الأولى وبشعار العملاق العيناوي، يتقدم هناك أيضا مظفر بن محمد بن خموش العامري، بينما رياض السعيد بن سالم بن غصن العامري أيضا يتقدم بعطاء وبإنجازاته الكبيرة وبرموزه في العام الماضي، بينما الوصول من شرين سلطان بن علي بن تريم الاكتبي خذ المركز الثالث المركز الرابع، التقدم من شديد محمد بن حميد بالدبيلة المنصوري، وصل شعار بالدبيلة أحد الشعارات القادمة بكل قوة وبأداء متميز، والقادم من أيضا ميدان الخزنة للمشاركة في هذا الشوط، بينما هنا القدوم من لهب غانم بن علي بن محمد بن علي النيادي، وصل وخذ المركز الخامس المركز السادس، ناخذ سادس المراكز هنا لنجد ايضا بركان مبارك بن راشد بن مصبح الخميساني الظاهري يتقدم هذا الشعار، شعار الخميساني من قدم لنا يوم الامس ما يخاف في سن الثنايا، ياتي مع بركان ياخذ المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع هناك الواضح سهيل بن سعيد بن ذويب العامري يتقدم بشعاره الغني عن التعريف، بينما المركز هناك الثامن في هذه اللحظات وصل ايضا موفق خليفة بن علي بن حمد العطية، خذ المركز الثامن. المركز التاسع هذا بطاش سيب بن مصبح بن كاسب المسافري صاحب نقطة يوم الامس، هذا شعار المسافري، راعي صوغان يتواجد، اهالي السوان يتابعونك يا بن كاسب، ولكن هنا وصل متعب بخيت بن علي بالخصواني المنصوري، شعار ابو علي ايضا من الشعارات الغنية عن التعريف ايضا بانطلاقاته القوية والعملاقة، يا لها من اسماء قوية في هذا الشوط. ولكن نعود الى الصدارة بقيادة رياض سعيد بن سالم بن غصنه العامري، يتقدم مع رياض، ياتي مع رياض ايضا بعطاء رياض وانجازات رياض في الموسم الماضي، يتقدم بن غصنه ياتي في المركز الاول وياتي في الصدارة، ولكن هنا المركز الثاني شرين يتقدم لسلطان بن علي بن مريم الاكتبي، وصل نهاب ايضا على المركز الثالث، مظفر بن محمد بن خموش العامري ايضا ياتي في المركز الثالث في هذه اللحظات، يتقدم من خلال هذه المتابعة ومن خلال هذا الاداء المتميز. المركز الرابع من يا ترى القادم في رابع المراكز الواصل؟ لهب غانم بن علي بن محمد بن علي النيادي يقدم لنا لهب، ولكن الواضح سهيل بسعيد بذويب العامري يتقدم ايضا مع الواضح، يغير من مركز الى اخر، احد الشعارات القوية والعملاقة والمنتجة دائما وابدا تأتي بكل ما هو جديد في عالم الانتاج وعالم السلالات الفاخرة، فمرحبا بالجميع ومرحبا بهذا الشعار سهيل بسعيد بذويب العامري، خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس الوصول من شديد محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري، وصل خذ المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز بدأ يقترب بركان ويغير المركز السادس مبارك بن راشد بن مصبح الخميساني الظاهري، وصل شعار بوشيخة، يتقدم ايضا القادم من العين القلعة العيناوية قادمة على ظهر بركان، ولكن هنا اهالي الوثبة مع متعب بخيت بن علي بالخصواني المنصوري، والدخول من زعفران عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي، وصل زعفران خطير للغاية، زعفران يا لها من اسماء في هذا الشوط، يا لها من تحدي
التحديات. أرى السليماني ناصر ببخيت بسعيد الوهيبي وصل على ظهر السليماني، يبغى له مراقبة أيضا السليماني، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المنعطف الأخير. 1200 ورياض يعزف سمفونية الناموس على الوتر الأول على الصدارة الأولى. يتقدم سعيد بن سالم بن غصن العامري على المركز الأول على الصدارة الأولى. لهب غانم بن علي بن محمد بن علي النيادي على المركز الثاني. الكيلومتر الأخير الواضح سهيل بن سعيد بن ذويب العامري وصل الواضح، ولكن زعفران عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي يقدم لنا زعفران، بدأ ياخذ المركز الرابع. المركز الخامس وصل بركان مبارك بن راشد بن مصبح الخميساني، وصل في هذه اللحظات خذ المركز الخامس، ولكن لهب على الصدارة على المركز الاول الواضح. وزعفران ايضا في خطى جميل، عينهن على المركز الاول، عينهن على الصدارة الاولى. 500 متر الاخيرة التهب الشوط يا راعي لهب، روح غانم بن علي بن محمد بن علي النيادي، ولكن الواضح بدأت تضح الأمور يا بالذويب. سهيل بن سعيد بالذويب العامري مع الواضح على المركز الثاني. زعفران في المركز الثالث، عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي وصل على المركز الرابع أو الثالث بالفعل، ولكن الواضح سهيل بن سعيد بالذويب العامري بدأ ياخذ المركز الأول في مقدمة هذا الشوط في الصدارة الأولى. عاد لهب مرة أخرى للمنافسة، للقوة، للحماس. الله، شوط حماسي حتى الرمق الأخير. لهب غير النيادي غانم بن علي بن محمد النيادي، تهانينا والناموس. المركز الثاني الواضح سهيل بن سعيد بذويب العامري، المركز الثالث زعفران عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي، المركز الرابع وصل فيه رياض. هناك سعيد بن سالم بغصنه العامري، بينما بركان في المركز الخامس مبارك بن راشد بن مصبح الخميساني الظاهري، تهانينا والناموس. منافسة قوية، تحدي مثير حتى الرمق الأخير. المنافسة والتغيير والحوار الثنائي كان حاضرا مع لهب والواضح، ولكن استطاع لهب لغانم بن علي بن محمد بن علي النيادي أن يهدي أبناء العين هذا الفوز الجدير والمميز بعد منافسة الواضح أيضا قادم من العين. ولكن نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء بثمان دقائق ثانية واحدة 9 أجزاء من الثانية. تهانينا غانم بن علي بن محمد بن علي النيادي بالمركز الأول. ثاني المراكز كان الواضح سهيل بن سعيد بذويب العامري، تهانينا والناموس. 8 دقائق ثانيتين جزيني من الثانية، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثالث زعفران عبد الله بن حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي هو من حل ثالثا بتوقيت زمني ومقدار 8 دقائق 4 ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز بعد منافسة قوية حملت أيضا منافسة 20 اسم من خلال أيضا أشواط الإنتاج والمنتجين، وكان الشوط الخاص 14 بالزمول المهجنات.